مساء الخير. مع انطلاق الأسبوع الأول لسنة 2023، لا تزال عطلة الأعياد تظلل المشهد السياسي، وذلك إلى ما بعد عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية في السادس من كانون الثاني الحالي، في حين أن كل المؤشرات توحي حتى الساعة ألا اختراقا جديا حتى الساعة لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي، علما أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبحسب المعلومات قد يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس في 12 من الحالي. أما على ضفة احتمال حصول الحوار، فتؤكد مصادر سياسية أن الرئيس بري ملتزم بمحاورة كل الأطراف تحت سقف الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي فإن رعايته لأي حوار قد يحصل سيكون في إطار هذا الملف لا أكثر ولا أقل. البارز اليوم زيارة المعايدة إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من قبل وفد من حزب الله برئاسة رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد، الذي أكد من الصرح البطريركي أن لا فيتو على قائد الجيش، مشددا على أنه لا يوجد صفحة قديمة وصفحة جديدة بين حزب الله وبين البطريرك الراعي. على صعيد آخر، يغادر البطريرك الراعي غدا إلى روما للمشاركة الخميس المقبل في جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر في الفاتيكان، حيث بدأ المؤمنون بالتوافد لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان البابا الراحل. إذن من بكركي إبراهيم أمين السيد على رأس وفد من حزب الله يؤكد أن البطريرك الراعي أبدى رأيه وحرصه على إنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاطي معه بمسؤولية عالية. معايدة بمناسبة الأعياد المجيدة عيدي الميلاد ورأس السنة قدمها وفد من حزب الله برئاسة رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد للبطريرك الماروني بطرس الراعي في بكركي، وتمت مقاربة الأمور الأساسية في لبنان من ضمنها انتخاب الرئيس، لافتا إلى أن البطريرك الراعي أبدى رأيه وحرصه على إنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاطي معه بمسؤولية عالية، لأن البلد يعيش ظروفا صعبة جدا. وانتخاب الرئيس بلحاظ ما يعيش لبنان يصبح أمرا ضروريا وأمرا له أولوية على كل الأمور الأخرى، لما يعني موقع الرئاسة من مسؤولية كبرى، خصوصا بالتعاون مع المؤسسات الدولة الأخرى من أجل النهوض بهذا البلد. نحن معه ما في صفحة قديمة وصفحة جديدة، الصفحة دائما مفتوحة بيننا وبينه، لذلك المطلوب هو أن يتم حوار حقيقي في لبنان، خصوصا في المجلس النيابي، وهذا الأمر الذي دعا إليه دولة الرئيس نبيه بري، لحوار حقيقي وحوار جدي بين الكتل النيابية من أجل التفاهم بالحد الأدنى على رئيس يمكن أن ينهض بمسؤولية من هذا النوع. إذا نحن لا نضع فيتو على أحد، لكن رأينا أيضا واضح، والطريق إليه هو التوافق والحوار، ونحن منفتحون على الحوار على أي مدى يمكن أن يصل إليه. ورأى السيد أن المطلوب الإسراع في انتخاب رئيس وأن يجري حوار حقيقي في لبنان خصوصا في المجلس النيابي. وحول أمكانية انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية أجاب السيد: لا فيتو على أحد وندعو إلى التوافق. وشدد على أنه من حق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن يكون له رأيه، ونحن سعداء بما أنجز من تفاهم مع التيار. كما التقى الراعي الرئيس ميشيل سليمان في الصرح البطريركي في بكركي: هلأ اللبنانيين متفرقين ومختلفين على انتخاب الرئيس، وما بيلتزموا بالديمقراطية اللي بيحددها الدستور. الموضوع أنه مثل ما عم بيقول غبطة البطرك يجتمعوا النواب وينتخبوا رئيس.
صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي: يصر التيار الوطني الحر أن يفتتح العام الجديد بسجالات للتعمية على إخفاقاته المتعددة، لا سيما في ملف الكهرباء. وآخر تجليات هذا السجال تصريح لسعادة نائبة كسروان جبيل عن التيار ووزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني، تفتتح فيه السجال المستجد بشأن سلفة الكهرباء التي يطلبها وزير الطاقة ولي فياض. لا تجد سعادتها حرجا في تصويب سهامها على رئيس الحكومة متسائلة أين العشر ساعات كهرباء إضافية التي وعدت العالم بها، فيما يجدر بها توجيه السؤال إلى وزير التيار وإلى فريقها السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ سنوات طويلة. ولأن الفجور الإعلامي الذي يعتمده التيار لا حدود له، سنضطر إلى كشف وثيقة مرفقة بالبيان تظهر مدى إمساك وزير الظل ونائبة وزير الوصاية على مفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها، حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة جرى فيها شطب اسم ندى البستاني وكتابة اسم الوزير وليد فياض بخط اليد. وتبعا لذلك ننصح سعادة النائبة برفع وصايتك الفاشلة عن الوزارة كمدخل أول لحل أزمة الكهرباء. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنيو والوفد المرافق له في حضور السفيرة الفرنسية أنغريو، وكان عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. والتقى الرئيس بري المطران بولس مطر ثم الوزير السابق جورج قرداحي، وعرض المستجدات السياسية مع الوزير السابق ناجي البستاني. وزير الدفاع التقى نظيره الفرنسي شاكرا لباريس دعمها المستمر للبنان. وزير الدفاع موريس سليم التقى نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنيو في حضور السفيرة الفرنسية في لبنان أنغريو والوفد المرافق، وكان بحث في العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بالدعم الفرنسي المستمر للقوات المسلحة اللبنانية. الوزير الفرنسي أكد استمرار دعم بلاده للبنان وتطلعها لنهوضه، مركزا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية. وتطرق لوكورنيو إلى قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، لافتا في هذا الإطار إلى أهمية التعاون من أجل مكافحتها، مشيدا بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الجيش وقوات اليونيفيل عموما والكتيبة الفرنسية خصوصا. ولفت الوزير الفرنسي إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوضع في لبنان، معلنا أن لديه تكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصياغة برنامج تعاون عسكري بين البلدين للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره بما يزيد من قدرات الجيش اللبناني، خصوصا في مجال رفع قدرة القوات البحرية اللبنانية. الوزير سليم شكر لفرنسا وقوفها الدائم إلى جانب لبنان لا سيما في الأزمات ودعمها المستمر له ولمؤسسته خصوصا مؤسسة الجيش، وشرح لنظيره الفرنسي المهام الموكلة إلى الجيش على الحدود وفي الداخل، لافتا إلى إنجازاته في مواجهة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، كما لفت إلى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية. وفي مكتبه في اليرزي استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنيو، ترافقه السفيرة الفرنسية في لبنان أنغريو والملحق العسكري الفرنسي العقيد غريغوري ميدينا مع وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون بين الجيشين الفرنسي واللبناني. آلاف المؤمنين يتوافدون إلى الفاتيكان لإلقاء النظرة الأخيرة على البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر الذي سجي جثمانه في كاتدرائية القديس بطرس قبل موعد الجنازة يوم الخميس. تعد جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر حدثا غير مسبوق في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية الذي يعود إلى 2000 عام، إذ أنها تضع حدا لتعايش غير معتاد بين رجلين ارتديا اللباس الأبيض البابوي، حيث يترأس البابا فرانسيس جنازة سلفه الذي اعتلى السدة البابوية من 2005 إلى 2013، وستستمر مراسم الوداع 3 أيام حتى 5 من كانون الثاني. ومع بزوغ النهار تدفق عشرات آلاف الأشخاص
لإلقاء نظرة الوداع على البابا السابق بندكتوس السادس عشر في الفاتيكان، وتشكل طابور طويل في ساحة القديس بطرس منذ الفجر بحضور ومشاركة العديد من الصحفيين والمصورين من وسائل إعلامية عديدة في ظل انتشار أمني كثيف. هذا وتقام مراسم جنازة رسمية ولكن بسيطة وفق الفاتيكان الخميس ابتداء من الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش. وتوفي بندكتوس السادس عشر عشية رأس السنة الجديدة عن عمر يناهز 95 عاما بعدما يقارب من عقد من تنحيه بسبب اعتلال صحته. وأول المنتظرين كان الأب ألفريدو إلنار 30 عاما من الفلبين، الذي أكد أنه درس الكتابات اللاهوتية للبابا السابق وأعجب بها وتحدث عن الفجوة التي أحدثتها وفاته، مع الإشارة إلى أن البابا الراحل يدفن كأول بابا ألماني في التاريخ الحديث في سرداب في الكاتدرائية. فاصل ونعود. حيكم مجددا. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي بتاريخ 2/1/2023، ضبطت قوة من الجيش في منطقة ظهر المجر جرود عرسال سيارات نوع جيب جي ام سي بداخلها 255 كيلوغرام من حشيشة الكيف و400 ألف حبة كيبتاغون، وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق. شيعت مدينة سور ومنطقتها بمأتمن رسمي وشعبي جثمان والد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أحمد يوسف الخليل، وقد انطلق موكب التشيع من أمام منزل الراحل في حارة سور. تقدمه ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي خريس وحشد من الشخصيات، ووري جثمان الفقيد في جبانة الزهراء بعد أن أما الصلاة المفتي حسن عبد الله. وتقبل وزير المال وأفراد العائلة تعازي من المشاركين في قاعة مجمع الخضرة في سور، على أن يتقبل التعازي يوم الثلاثاء في مجمع الخضرة ويومي الخميس والجمعة في نادي خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت. وإلى أخبارنا العربية والإقليمية، محادثات سعودية إيرانية على هامش مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دو سيلفا في البرازيل بين نائب الرئيس الإيراني محمد حسيني ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. الوزير السعودي أكد أن بلاده عازمة على مناقشة الأوضاع والاهتمامات القائمة الواحدة تلو الأخرى من أجل الوصول إلى نتيجة، مشيرا إلى أن نوع العلاقات بين السعودية وإيران يؤثر على المنطقة بأكملها. حسيني بدوره شدد على ضرورة استمرار المحادثات بين طهران والرياض التي بدأت في العراق. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الأجواء بين إيران والسعودية إيجابية، موضحا أنه لم يطرأ أي جديد على المفاوضات بين البلدين. أعلن مدير مستشفى ابن سينا في مدينة جنين عن استشهاد شابين وإصابة ستة آخرين أحدهم بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية كفردان غرب جنين. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية قد اقتحمت قرية كفردان وحاصرت منزلي ذوي الشابين تمهيدا لهدمهما، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها ثمانية مواطنين بالرصاص. وأعلن لاحقا عن وفاة اثنين منهما متأثرين بإصابتهما وفقا لوكالة وفا. استشهد عسكريان فجر اليوم جراء عدوان إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي ووضعه خارج الخدمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري. وأفاد مصدر رسمي سوري بأن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشاقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبرية مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه. وأعلنت وزارة النقل السورية لاحقا عودة المطار للخدمة. قصف روسي عنيف على مناطق أوكرانيا متفرقة بالطائرات الانتحارية ومعارك طاحنة تدور بالشرق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 63 جنديا روسيا
جراء قصف أوكراني على منطقة ماكيفكا نتيجة للقصف بأربعة صواريخ من طراز هيمارس تحمل رؤوس حربية شديدة الانفجار على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الروسية في ماكيفكا. ميدانيا أيضا أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 15 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون، فيما أعلنت أوكرانيا أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط 40 طائرة مسيرة روسية شاركت في الهجمات على مناطق مختلفة من أوكرانيا، فيما أشار رئيس بلدية كييف إلى أن الكهرباء والتدفئة بالمدينة انقطعتا بعد هجمات خلال الليل التي تعد الثالثة خلال أقل من 36 ساعة. في هذا الوقت أفادت الخارجية الروسية بأن سلطات كوسوفو تتجه نحو التصعيد بدعم من واشنطن والاتحاد الأوروبي وقلقون من تطورات الوضع، فيما انخفضت صادرات غازبروم من الغاز إلى خارج الدول السوفيتية السابقة بنسبة 45.5% في 2022 بعد عام شهد هبوطا حادا في شحنات المحروقات الروسية إلى أوروبا على خلفية الحرب في أوكرانيا. أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده مستعدة تماما لاختتام مفاوضات فيينا مع مراعاة الخطوط الحمراء وعلى أساس مسودة حزمة المفاوضات والتي جاءت نتيجة شهور من المفاوضات الجادة والمكثفة، لكن هذا الاستعداد ليس دائما والآن الكرة في ملعب الغرب. وأشار كنعاني إلى أن الغرب يخطئ إذا اعتقد أنه بإمكانه أخذ التنازلات منا بالمفاوضات النووية عبر الضغوط السياسية. جثمان الأسطورة بيلي يسجى في ملعب سانتوس والجماهير بدأت بإلقاء نظرة الوداع. استعدت مدينة سانتوس الساحلية البرازيلية لتوديع الأسطورة الراحل بيلي الاثنين بالسهر على جثمانه لمدة 24 ساعة، حيث لا تزال تعيش والدته دونا سيليست في عالمها الخاص البالغ من العمر 100 عام والتي لا تعلم حتى الآن أنه توفي. وستقام مراسم تأبين لبيلي الذي توفي الخميس عن عمر 82 عاما بعد صراع مع المرض. وقال أحد المشجعين المحليين: هناك ترقب كبير، سيكون الجميع هنا، بيلي غني عن التعريف، بالنسبة لنا بيلي هو كل شيء. ووصل جثمان بيلي تحت الألعاب النارية إلى سانتوس في الساعات الأولى من صباح اليوم خادما من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، وسيجوب موكب جنائزي يحمل جثمانه شوارع سانتوس الثلاثاء قبل أن يوارى الترى في مراسم خاصة. وقال المكتب الصحفي للمدينة إن نحو 5000 صحفي من أنحاء العالم حصلوا على تصريح لتغطية مراسم وداع جثمان الرجل الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات كلاعب والذي سجل أيضا أكثر من 1000 هدف مع نادي سانتوس. وبدأت الجماهير في الاحتشاد حول الملعب والتقطوا صورا مع تمثالهم. وقد أمضى بيليه الكثير من الوقت في اختيار مكانه الأخير، لكن في النهاية لم يكن اختياره لمدن كبيرة مثل ريو دي جانيرو أو ساو باولو، وإنما كان خرارا بسيطا لتكريم والده ونديه. واختار بيليه أن يدفن في الطابق التاسع من المقبرة العمودية تكريما لوالده الذي كان لاعبا لكرة القدم كذلك، واعتاد أن يرتدي الخميس رقم 9 دائما. ومن المتوقع أن يحضر عدد من المسؤولين المراسم، بينهم الرئيس الجديد لولا دا سيلفا ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو. ختام نشرة، إلى اللقاء.